أوقفت عناصر الشرطة بالقنيطرة يوم الاثنين سيدة تسمى حسناء تدعي أنها من أقرباء عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، مبرزا أن الحموشي وفور علمه بوجود المعنية بالأمر التي يشتبه في تورطها بالاعتداء على سيدة والوالدة ديالها المسنة البالغة من العمر 77 سنة شهر رمضان الماضي، إضافة إلى عدد من المواطنين. قال المواطنون سواسية ثم أمر بتطبيق القانون. وبناء عليه تحركت عناصر الشرطة بمدينة القنيطرة حيث تم توقيف المعنية بالأمر والتي تخضع للبحث حول الأفعال المنسوبة لها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.